تواصل جمعية الهلال الأحمر الكويتية الوقوف بجوار إخواننا في الأراضي المحتلة وتقديم المساعدات العاجلة، وذلك ضمن حملة الكويت بجانبكم. وتأتي الحملة لمساعدة ودعم الشعب الفلسطيني للتخفيف من آثار العدوان الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 15 يوما، مما أدى إلى وقوع أكثر من 4300 شهيد وإصابة نحو 13500 آخرين. ضمن جهودها الإنسانية المستمرة، واصلت جمعية الهلال الأحمر الكويتي تقديم المساعدات العاجلة ضمن حملة الكويت بجانبكم للفلسطينيين في قطاع غزة الذين يتعرضون لعدوان الاحتلال الإسرائيلي عبر البر والجو والبحر لليوم 15 على التوالي، وعبر فريقها الميداني التطوعي في قطاع غزة. تم شراء الدفعة الثانية من المعدات الطبية للمستشفيات التي تعاني من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية من السوق المحلية وتسليمها لوزارة الصحة الفلسطينية. نشكر الأخوة في جمعية الهلال الأحمر الكويتي على دعمهم المتواصل في استمرارية الخدمة الصحية، حيث اليوم في يوم السبت الموافق 21 من أكتوبر قمنا باستلام الدفعة الثانية من الأجهزة الطبية حسب القائمة والكشف المرسل من طرف. ومنذ اليوم الثاني من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وحتى الآن، وبتدخل سريع تولى فريقا فلسطينيا تطوعيا تابعا لجمعية الهلال الأحمر الكويتية توزيع الخبز والتمور والوجبات اليومية الساخنة على آلاف النازحين الذين يعانون أوضاعا إنسانية مأساوية نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني. وتأتي حملة جمعية الهلال الأحمر الكويتي أغيثوا فلسطين لمساعدة ودعم الشعب الفلسطيني والتخفيف من آثار العدوان الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الجاري، ما أدى إلى سقوط نحو 4385 شهيدا وأكثر من 13000 جريح وفق أحدث حصيلة للسلطات الصحية في قطاع غزة. سعاد الإمام، تلفزيون دولة الكويت، غزة فلسطين.